أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. نجوم ونجمات خسرناهم وفقدناهم في عام 2019 وأسباب وفاتهم. رحيل الفنانة السورية نجوى علوان. في الرابع عشر من تشرين الأول غيب الموت الممثلة السورية نجوى علوان بعد صراع مع المرض، وشاركت علوان في العديد من أشهر الأعمال الدرامية السورية، وتركت بصمة فيها أهمها شخصية لطفية زوجة مسعود رامي حنا في المسلسل الشهير التغريبة الفلسطينية، والذي يروي معاناة الشعب الفلسطيني مع هجرة 48، ودورها مع الفنان تيم حسن في بطولة مسلسل على طول الأيام بشخصية سلوى سيدة الأعمال الناجحة، والتي تتزوج من نبيل، وهو الفنان تيم حسن الشاب الذي يصغرها بعد خروجه من تجربة حب فاشلة يقرر بعدها الارتباط عن طريق العقل لا القلب. رحيل الإعلامية والممثلة صابرين بورشيد. في شهر تموز من العام الجاري رحلت الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، التي استسلم جسدها للموت منذ أيام بعد معاناتها مع مرض السرطان الذي أصابها في الرأس. وبكلمات حزينة نعى والدها ابنته عبر الانستغرام ناشرا لها صورة بالحجاب، وعلق عليها بالقول: لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين عظم الله أجركم. وكانت الإعلامية صابرين بورشيد البالغة من العمر 34 عاما خضعت لعلاج في ألمانيا وتجاوبت معه، ثم تعرضت لانتكاسة صحية ودخلت في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة. وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي. توفي الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي نجل النجم الراحل أحمد زكي والفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد عن عمر يناهز 35 عاما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. ووفاته صدمت جمهوره والوسط الفني، وتم تشييعه وسط حزن جماهيري وأوسع مشاركة فنية، وكان الجمهور قد عرف هيثم الفنان لأول مرة بعدما جسد شخصية الفنان عبد الحليم حافظ في مراحل شبابه، وذلك من خلال فيلم حليم الذي عرض عام 2006، وهو آخر الأفلام التي مثلها والده الراحل أحمد زكي قبل وفاته في مارس من عام 2005. رحيل الفنان فاروق الفيشاوي. الفنان فاروق الفيشاوي الذي يعتبر من أبرز نجوم مصر المخضرمين رحل في شهر يوليو الماضي بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 عاما. وعلى الرغم من محاولته تحدي المرض وهزيمته من خلال مشاركته بشكل طبيعي في الأعمال الفنية، ويعد الفيشاوي واحدا من أعلام الفن في مصر والوطن العربي. وكان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه نزلة برد، في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض. رحيل الفنان المصري طلعت زكريا. الفنان طلعت زكريا توفي بعد الصراع مع المرض في شهر أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته قبل وفاته وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر ليتوفى هناك، وحضر جنازته عدد كبير من الجمهور وزملائه وسط أحياء ابنته إيمي طلعت زكريا يوميا ذكرياتها معه عبر السوشيال ميديا. وكان الفنان القدير قد عانى خلال السنوات الماضية من بعض الأزمات الصحية التي أبعدته عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنية. رحيل الفنان المصري عزت أبو عوف. وفي مطلع تموز عام 2019 رحل عن عالمنا الفنان المصري الكبير عزت أبو عوف
العمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض ومسيرة فنية طويلة، وقدم خلالها عددا كبيرا من الأعمال الفنية ما بين التأليف الموسيقي والتلحين والتمثيل وتقديم البرامج. وكان بالعوف أسس مع إخواته فرقة 4M الموسيقية التي قدمت عددا من الأعمال والوجوه الفنية. كما عاش قصة حب عميقة وشهيرة مع زوجته الأولى فاطمة التي رحلت قبله بسنوات وانتكست بعد رحيلها صحته. رحيل المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم. الفنان شعبان عبد الرحيم تسببت وفاته في شهر ديسمبر من عام 2019 بحزن عال بين الجمهور بعدما فارقنا عن عمر ناهز 62 عاما داخل مستشفى المعادي العسكري بمصر أثر إصابته بأزمة في التنفس. واشتهر الفنان شعبان عبد الرحيم مطلع الألفينيات بعد غنائه أغنية عبر فيها عن عدم حبه لإسرائيل وتضامنه مع القضية الفلسطينية، وكان آخر ظهور له في حفل بموسم الرياض الترفيهي منذ أيام على كرسي متحرك، وأعلن خلاله تعرضه لإصابة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها. رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري. وفي أكتوبر الماضي صدم المخرج التونسي شوقي الماجري الجميع بوفاته المفاجئة عن عمر يناهز 58 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته. وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار، ولد في 28 من مارس عام 2004 وفاز بجائزة إيمي العالمية عن مسلسل الاجتياح عن فئة المسلسلات الطويلة عام 2007. وفاة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل. أفجعت وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2016 ميشيل حجل الجمهور العربي برحيلها في عمر مبكر عن عمر ناهز 24 عاما بعدما كانت قد أعلنت انتصارها على مرض السرطان واستعدادها للزفاف. ورحيل حجل صدم الجمهور إذ جاء بعد رحلة علاج له في أمريكا قيل أنها تكللت بالنجاح، إلا أن المرض عودها وتدهور صحتها بشكل سريع لتستسلم أمام أوجاعها في صيف عام 2019. ومشيل هي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2016 وتشيعها كان مؤثر، وكذلك كلمات من نعوها إذ كتبت شقيقتها بولا عبر حسابها على الفيسبوك: شو قاسية وظالمة الحياة عليك يا أختي يا ملاك. وفاة الفنان الكويتي عبد المجيد قاسم. غيب الموت الفنان الكويتي عبد المجيد قاسم عن عمر يناهز 75 عام يوم 13 من يناير بعد صراع طويل مع المرض. وفاة الفنان الكويتي حمد ناصر. توفي الفنان الكويتي حمد ناصر يوم 17 من يناير عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض. وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني. رحل عن عالمنا الفنان سعيد عبد الغني يوم 18 من يناير عن عمر ناهز 81 عاما بأحد مستشفيات المعادي بعد صراع طويل مع مرض الالتهاب الرئوي. وقدم الفنان المصري الراحل سعيد عبد الغني أكثر من 190 عملا فنيا، ومن أشهر أفلامه إحنا بتوع لتوبيس ومهمة في تل أبيب وحبيبي دائما والسلخانة والتخشيبة، ومن مسلسلاته نصف ربيع الآخر والقاهرة ترحب بكم. وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي. ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية فهمي يوم 14 من فبراير عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض، وهي زوجة السابقة للفنان سامح السريطي وابنتها الفنانة ابتهال السريطي. وأصيبت قبل وفاتها بثلاث سنوات ببعض الجلطات بالمخ وتم تشخيصها بتصلب الشرايين، كما أصيبت بالزهايمر
وقد كشف الناقد أسامة عبد الفتاح أنه تم إيداعها بدار لرعاية المسنين، إلا أن ابنتها نفت ذلك. وفاة الفنان البحريني إبراهيم بحر. توفي الفنان البحريني إبراهيم بحر عن عمر ناهز 62 عاما يوم 15 من فبراير بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض في الكلى. وفاة الفنان الإماراتي حميد سمبيج. وغيب الموت عن عالمنا الفنان الإماراتي حميد سمبيج يوم 9 من مارس عن عمر ناهز 55 عام، وهو حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم الإخراج والتمثيل، وأشرف وشارك في بعض الدورات المسرحية. وفاة الفنان المصري جلال عيسى. توفي الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عاما يوم 17 من مارس في أحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع قصير مع أمراض الشيخوخة، وهو الزوج الوحيد للنجمة صفية العمري وأنجبت منه ولدين. وفاة الفنان إسماعيل محمود. ودع عالمنا الفنان إسماعيل محمود في يوم 7 من إبريل عن عمر يناهز 69 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وشارك إسماعيل محمود في العديد من الأعمال الفنية ومنها العصيان وأم كلثوم وزينيا. ومن أبرز أدواره فهي شخصية زاهر في مسلسل ليالي الحلمية، وكان آخر أعماله الجزء الثاني من مسلسل الجماعة. وفاة الفنانة القديرة محسنة توفيق. ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة محسنة توفيق يوم 6 من مايو أول أيام شهر رمضان عن عمر ناهز 79 عاما، وهي شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم أبلة فضيلة. وكانت أعمالها رغم قلتها مميزة فقد تركت بصمة خالدة في أذهان المشاهدين، ويعتبر دورها في مسلسل ليالي الحلمية الأكثر تأثيرا لدى المشاهدين. وفاة الفنان محمد نجم. توفي الفنان محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما يوم 5 من يونيو صباح يوم عيد الفطر، بعدما دخل في غيبوبة قبل يومين من وفاته بسبب جلطة دماغية وتم حجزه بالعناية المركزة. وانتشر الصورة للفنان محمد نجم قبل وفاته وهو على سرير المرض ظهر فيها بحالة سيئة بعد تدهور حالته الصحية، وقد أحسنت كافة محبيه وجمهوره. وفاة الفنانة ناهد حسين. توفيت الفنانة ناهد حسين في هدوء تام، ولم يعلن خبر وفاتها إلا متأخرا يوم 6 من يونيو، وهي شقيقة الفنانة رجاء حسين، واشتهرت بدورها في مسرحية عش المجانين مع الفنان محمد نجم. وفاة الفنان محمد أبو الوفا. ورحل عن عالمنا الفنان محمد أبو الوفا في يوم 29 من يونيو بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت حجزه إلى العناية المركزة لمدة شهر. وقد حقق أبو الوفا في الفترة الأخيرة قبل وفاته نجاحا كبيرا من خلال ظهوره في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها يونس ولد فضة وشهادة ميلاد وابن حلال والقيصر والميزان والشارع اللي ورانا. وفاة المخرج اللبناني الشهير سيمون أصمر. فجع شهر أيلول الجمهور برحيل المخرج اللبناني الشهير سيمون أصمر صاحب لقب صانع النجوم، والذي توفي مساء 11 من أيلول عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض. ونقل الراحل في أيامه الأخيرة إلى العناية المشددة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بعد تعرضه لأزمة صحية تكتمت عائلته عنها. وفي ظل تسريب معلومات حول إصابة الراحل بسرطان البروستاتا ومشاكل بالمسالك البولية إلى جانب معاناته من بعض المضاعفات التي أصابت الكلى، ويعد سمون أسمر صانع النجوم الأول في لبنان، فهو مؤسس برنامج المواهب الشهير في العالم العربي استوديو الفن،
وساهم بالتالي بنجاح مجموعة كبيرة من الفنانين والذين تحولوا مع الوقت إلى أشهر النجوم في لبنان والعالم العربي، أبرزهم نجوى كرم ووالي كفوري وأليسا ونوال الزغبي وعاصي الحلاني وغيرهم. وفاة الفنان المصري محمود الجندي. وقامت نجوم رحلوا في العام 2019 تضم الفنان المصري محمود الجندي الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بعدما عانى أزمة مرضية عنيفة قبل وفاته بأيام. وزخرت حياة الممثل المصري الراحل محمود الجندي الذي كان يعد من أبرز نجوم الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بالعديد من المواقف والصعوبات، ومنها تعرضه للإهانة في بداياته الفنية من أحد كبار الفنانين، وسر زيارته للعراق التي أثارت جدلا واسعا، وخوضه تجربة إنتاج واحدة فقط بسبب فشلها. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.